بعدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة توزع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين في النجف. يقول مواطنون إن وعود وزارة التجارة بزيادة المفردات الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان كلام لم يسمعوه إلا في وسائل الإعلام فقط، داعين إلى دعم هذه المفردات فعليا لا سيما في هذا التوقيت. المواطن ايش عنده هو؟ هذا جانا رمضان كريم على الأمة وبالخير وبالهاي، ليش يسوون بالوادي؟ ثانيا انتم ليش توعدون الوادي انه اكو ثمن مواد؟ هي وين الثمن مواد؟ شنو اشتدوا توزعون؟ تبدون توزعون ملح؟ الملح كيس بربع دينار؟ شهر رمضان استثنائي هذا العام، فما بين فرض القيود الوقائيه بسبب انتشار كورونا وارتفاع الاسعار يعلق النجفيون الامال على مفردات البطاقه التموينيه التي علها تسهم في سد شيء من احتياجاتهم بالرغم من قلتها. حسنا لا أحسن أحسن من العام، يعني هسه بدأوا يعطون شهر ثاني وطول ثالث، واحتمال أكو وجبة أخرى قالوا أنه على أساس ما الشهر الرابع مع رمضان. وزارة التجارة، إحنا المواطنين الطبقة الفقيرة نعاني من المواد الغذائية، كذا شهر ما نستلم لا طحين ولا تمن ولا هر، ويأخذون من عندنا فلوس المواد الغذائية وما نستلم، كل شيء ما يعطونا لا طحين لا شكر. أربع مواد غذائية هي الرز والطحين فضلا عن زيت الطعام والسكر، حصة المواطنين استعدادا لرمضان في وقت لم تفلح وزارة التجارة بزيادة هذه المواد ولو بشكل استثنائي لهذا الشهر. وبالرغم من محدودية مفردات البطاقة التموينية إلا أنها تشكل مصدرا أساسيا للعيش للعديد من المواطنين الذين باتوا يعتمدون عليها شهريا بصورة كبيرة. من النجف محمد رزاق، قناة التغيير.